نقدم لكم الفقرة الفنية مع الأخوين عاشور. اوعى تنسوا انهم أبطال عالميين في السكواش، بس الفن ده مرحلة تانية وعشق ملوش علاقة ببطولتهم الرياضية. رامي عاشور وهشام عاشور، اتفضل. انا اقعد صح؟ والنار القايدة زايدة، رايدك وانتي قرايدة، بعيدنا مهما بعيد برضو مفيش فايدة، مفيش فايدة. والنار القايدة زايدة، رايدك وانتي قرايدة، بعيدنا مهما بعيد برضو مفيش فايدة، مفيش. أيوة ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لو انت نفسي بقى تبري نفسي بنيلي، وليكي عندي جايزة زي ما انت عايز. والله ما اعرف انك جاية، والله ما اعرف انك جاية. هي ما كانتش جاية، هي اول ما عرفت ان انت مش عارف اسم مسلسلها جاية لك يا حسام. ايه اللي جاية لك يا حسام؟ والله العظيم انا مش مصدق. يعني دي بالنسبة لي مفاجأة غير عادية، يعني أنا ما بقولش كده يعني أي كلام، أنا مذهول يعني والله. كنت في البيت وبتاع ويعني كانت سامعاك يا فندم، كانت سامعاك. بدل خالص اللي حصل في الكواليس واللي ما يعرفوش رامي عاشور وهشام عاشور كان كالتالي. نيلي كريم جت الاستوديو بعد هشام ورامي لما دخلوا الكاتو، وكانت قاعده تتفرج على الحلقه من الكنترول روم. كانت بتتفرج وتضحك وتشارك في الالعاب اللي عملناها مع هشام ورامي. كانت بتشتغل ايه؟ بلوجر. مدينه الضباب، لندن. لندن انا كنت صح. مقصرين مقصرين معايا خالص. واخر مسلسل قامت بطولته زوجتك المصور. هو ما شافش المسلسل. ايه ده؟ ايه ده؟ ما اتفرجش على المسلسل. ولما رامي عاشور ابتدى يغني اغنيته الجديده النار القايده، انسحبت انا بهدوء ودخلت الكنترول روم لنيلي. واتكلمنا وقلنا ليه لا نيلي ما تدخلش تكمل الحلقه معاهم. تدخلي معايا، انا شايفه ندخل على الاغنيه انا وانت وخلاص. هو لو شافك هيبقى رد فعله طبيعي عادي هادي وراسي. هيتخضوا بيتهيالي. ونؤكد ان رامي وهشام ما كانش عندهم اي فكره ان نيلي موجوده اصلا. أيوة. وده اللي حصل حرفيا. يعني دلوقتي عمال احسب بقى في البيت كنا ايه اللي بيحصل، وهي كمان كانت يعني في حاجات كده غريبه. طب انزل بس، انزل 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 وبتاع ومش عارف ايه، وانا متاخر يعني مستحيل. ده انا كمان بعتلي كانت يعني مش فاكر يعني في حاجه غلط. انا والله زهلت وحياه ربنا زهلت، يعني مش تمثيليه ولا بتاع، انا مش مصدق. معرفش طلعت منين، معرفش طلعت منين. طيب اول حاجه كده نيلي اصلا نيلي جايه تتفرج على الحلقه من الكنترول روم. هشام طجن نيلي ما سكتتش. Thank you.
النار القايدة زايدة رايدك وانتي رايدة بعيدنا مهنا بعيدنا برضو ما فيش فايدة ما فيش فايدة متعودة اجي المنى كده من غير حاجة لازم يبقى عندي يا مسلسل يا فيلم يا عمل يا رمضان يا مهرجان حاجات يعني مش متعودة كده اجي لك في الخفيف. انت النية كانت تتفرجي عليهم وهم انت توقعتي ان هم يبقوا كارثة مع بعض بس مش للدرجة دي